هي المرأة الحامل في رمضان كيف ما هي في الأيام الأخرى. بطبيعة الحال هي ملي كيف ما كنعرفوا، فنعطي مثلا فيما يخص مثلا مادة الحديد، فهي محتاجة لواحد الكمية ديال الحديد اللي كافيها هي الجمع الحياة اليومية ديالها، وكذلك اللي كافيها كافية حتى الرضيع ديالها ولا حتى يعني الفوتوس ديالها ولا الجنين ديالها. وبالتالي كنلاحظوا على انه مثلا خاص داك الجنين فاش يخرج تقريبا للوجود خاصو حتى يتزاد بدوك 2 غرامات ديالو، بمعنى ان خاصها توجد هذيك الفتره ديال اللحم ديالها ولا داز من وسط منها رمضان، يعني يكون امتصاص ديال واحد كميه كبيره ديال الحديد. وهذه المساله لحسن الحظ ولا هذه ماشي عند الله سبحانه وتعالى، كتكون واحد يعني توالف والذات ديالها كتلائم مع هاد الحاجيات هادي، وكتطلع من الإمكانيات ديالها لا من ناحية الامتصاص ولا من ناحية ديال الاستعمال، يعني تغذية ديال السيدة الحامل. وهنا هاد المسألة اللي ذكرنا على الحديد راه كذلك نذكرها على الفيتامينات الأخرى، على الأملاح، على الأحماض الأمينية، على الدهنيات، على السكريات، يعني جميع المكونات اللي الذات ديالنا كتحتاجها. فالامتصاص يعني كيكون واحد الحالة ديال الادابتاسيون، يعني واحد التلاؤم مع المعطيات الجديدة اللي كتعيشها المرأة في الحمل ديالها، وبالتالي أثناء الصيام كذلك اللي كانت التغذية ديالها متوازنة، يعني كنهضروا على الكمية على النوعية ماشي على ضروري على الكمية. يعني ديك المسألة ديال أن الأم خاصة تاكل يعني داكشي ليها والجنين ديالها، فهذه متجاوزه، يكفي ان التغذيه ديالها تكون متوازنه فيها جميع المكونات، تكون متنوعه، تكون متحضره بواحد الشكل جيد. بطبيعه الحال اذا كانت يعني حتى الشهيه ديالها عاديه ما كاينش فيها اضطرابات على هذا المستوى هذا، فهي تقدر تصوم وتاكل عادي. بطبيعة الحال إذا كانوا عندها مشاكل صحية ولا تأثيرات جانبية اللي تعرضت لها ولا سوء مشاكل على سوء التغذية، فهنا بطبيعة الحال كتكون الاحتمال ديال إعادة النظر في حتى في الصيام ديالها بغض النظر على الملائمة ديال التغذية ديالها.